الخير على اجمل المشاهدين ارب وود في كل مكان. حلقه جديده دايما مليانه باخبارنا الفنيه والحصريه من كل الوطن العربي. مساء الخير كريم. مساء الخير يا ايه. مساء النور. ما تنسوش كمان تتواصلوا معانا على كل مواقعنا على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وانستغرام. وحالا هنبدا بالهايلايت. عرب وود يكشف حفلات نجوم الغناء في راس السنه. قصه حب جديده في الوسط الفني بتجمع بين طارق صبري وايمان العاصي. حقيقة تهديد طالي كندعلوش للنجم عمرو يوسف. لقاءات حصرية في حفل ختام المهرجان الدولي للسينما والهجرة بالمغرب. بدأت التحضيرات النهائية لمسلسل حجر جهنم. القاهرة وبيروت ودبي، وزي ما تعودنا دايما حيكونوا هم عواصم الاحتفال بليلة راس السنة للعام الجديد، واللي بنتمنى انه يكون عام سعيد على الجميع، واللي بالتأكيد حيتقدم فيه حفلات متميزة جدا لعدد كبير من الفنانين. المطرب اللبناني رامي عياش هيقدم حفله في القاهرة في أحد الفنادق، وكمان المطرب أحمد سعد هيكون حفله في القاهرة وسط جمهوره ومحبيه، وهيقدم عدد كبير من الأغاني الجديدة من ألبومه الجديد اللي هيطرحه في بداية العام الجديد. لو جبنا سيرة الجدعنة اسمك لازم الهضبة عمرو دياب وميريام فارس هيقوموا بإحياء حفل واحد، وحيكون الحفل في دبي. وكمان بيستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل راس السنة في دبي. كمان اتفقت الفنانة نانسي عجرم على إحياء حفل راس السنة في دبي بعد ما كانت بتتردد إشاعات قوية عن إن حفلها هيكون في العاصمة الأردنية عمان. اختار المطرب راغب علامة بيروت لإحياء حفل راس السنة الجديدة، لكنه ما تمش الكشف عن تفاصيل الحفل أو مكانه، وكمان ما تمش الإعلان عن وجود مطربة هتشاركوا الحفل. الأردن هيقام فيها حفلتين للمطربة نوال الزغبي وكمان الفنانة يارا، وكل منهم هيكون في مكان مختلف بحفل مستقل عن التاني، وكل منهم هيقدم عدد من الأغنيات الجديدة. أنا عرف السنة بعمان، وإن شاء الله يكون في حفل كمان بشرم الشيخ. نفس الأيام الجاية تكون حلوة مليانة بالصحة والسعادة والسلام. الكينج محمد منير لحد دلوقتي ما تمش الموافقة على إقامة حفله اللي اتعود أن يقدمه لمدة سنين طويلة في ليلة رأس السنة، واللي اتعود أن يكون في ساحة دار الأوبرا. لكن حفلات رأس السنة متوقفة للكينج بقالها فترة، وبيتم تأجيل دايما بسبب الإقبال الكبير اللي بيكون عليها، وفي الغالب مش هيكون له حفلة السنة دي في رأس السنة. أما المطرب اللبناني جو راد فبيحتفل برأس السنة في لبنان، وهيحيي حفل كمان هناك. إن شاء الله حكون بلبنان. صراحة هيدي السنة إجاني أكثر من عرض، كان عندي ببغداد وإجاني بمصر وبالأردن وبلبنان. أنا فضلت يعني لقيت العرض الأنسب والأحلى أنه يكون بلبنان. حابب أثبت وجودي ببلدي، قاعد مع أهلي، وإن شاء الله الأيام الجاية بنبرم العالم العربي. براس السنة حكون إن شاء الله بمحلين، حغني بمكانين، وقريبا حتشوفوا الإعلانات، وحقول لك كل الخليج العربي بس تجوا على لبنان، ما بتحجزوا غير عندي، ناطركن. وش عندك وش عندك وش عندك قاعد بقلبي، ما عندكم بيت ما عنا بيت. لسه نجوم كتير ما حددوش اماكن حفلاتهم في ليله راس السنه، لكن من الواضح ان السوبر ستارز هيكونوا مقسومين بين القاهره وبيروت ودبي. يا ترى ايه هي حقيقه تهديد النجم عمرو يوسف من طليق كندا علوش؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. واضح كده ان شهر نوفمبر كان كله مفاجآت، وخاصة لان اكتر من فنان وفنانة اعلنوا خبر حبهم وجوازهم، وكل القصص سيطر عليها الغموض والساسبنس. وبعد ما فاجئنا الفنان عمرو يوسف وكندا علوش بخبر كاتب كتابهم، فاجئتنا بعد كده الفنانة ايمان العاصي وطارق صبري بخبر خطوبتهم.
والأخبار اللي انتشرت أكدت أن الخطوبة حصلت في سرية تامة، ورفض الطرفين التعليق على الموضوع ورفضوا الرد على موبايلاتهم الخاصة. لكن نشرت الفنانة علياء عساف صور لإيمان العاصي وطارق صبري وهنئتهم بالخطوبة من خلال صفحتها الرسمية على إنستغرام. ومن المتوقع أن إيمان العاصي وطارق صبري يعلنوا عن خبر جوازهم قريب جدا، وظهرت إيمان العاصي في فستان سواريه، أما طارق صبري فظهر وهو لابس بدلة سودة وتصوروا مع بعض سيلفي. وبتعتبر دي ثالث قصة في الوسط الفني بيتم الإعلان عنها بشكل مفاجئ، والبداية كانت مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، الثانية عمرو يوسف وكندا علوش، أما الثالثة لطارق صبري وإيمان العاصي. وتعاونت الفنانة إيمان العاصي مع الفنان طارق صبري من خلال مسلسل دكتور أمراض نساء، واللي قام ببطولته مصطفى شعبان، وبعدها عملوا مع بعض فيلم قصير بعنوان ظل راجل من إخراج سارة وفيق. من ناحية تانية بيعرض حاليا للفنانة إيمان العاصي مسلسل السبع بنات، المسلسل من إخراج محمد النقل. حبك اللي حصل أختك كانت ممكن تروح فيها. لخصي يا كمان، يا عايزة إيه؟ إيه لخصي وإيه أسلوب الكلام ده؟ استغفر الله العظيم يا رب، حكم وواعظ على الصبح أنا مش ناقصة. حاضر، أنا أسفة. ممكن تتكلمي بعد كده مع أختك منى بطريقة أحسن من كده. يلا خشي صالحيها. أصالحها ليه إن شاء الله؟ أنا كنت عملت لها إيه يعني؟ وبعدين على رأي المثل، يا بختي من بكاني وبكى عليا، ولا ضحكني ضحك الناس عليا. سيطر خبر كتب كتاب كندا علوش وعمر يوسف على مواقع السوشيال ميديا، وكانت أخبارهم الأكثر بحثاً على مواقع الإنترنت والجرايد في الأيام اللي فاتت. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور جمعت بين الفنانة كندا علوش وبين طليقها المؤلف فارس الذهبي. وتحت الصورة ظهرت رسالة من فارس الذهبي موجهة لعمر يوسف، وكانت الرسالة عبارة عن ابعد عن كندا يا عمر، اسألها أنا مين وهي هتقولك. ورفض الفنان عمرو يوسف انه يعلق على الموضوع تماما، لكنه نشر صوره جمعته بالفنانه كندا علوش على صفحته الرسميه بانستغرام. وشكر عمرو يوسف الجمهور والصحافه، وطلب من الجمهور ان هم يدعوا له هو وكندا علوش ويقولوا بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. وكان عمرو يوسف وكندا علوش فاجئوا الجمهور بخبر كتب كتابهم، واللي كان بعيد عن وسائل الاعلام وكتبوه في الشهر العقاري، وده لان كندا علوش سوريه الجنسيه. وبيستعد حاليا عمرو يوسف وكندا علوش لحفل زفافهم، ولحد دلوقتي ما حددوش المكان، وهو اما في الجونه او اسوان. الف مبروك للعروسين. يا ترى ايه هي اول مشاريع الفنانه امينه خليل الغنائيه؟ لو عايزين تعرفوا خليكم معانا. ودلوقتي هنروح لأخبارنا، واللي هنبدأها باستعداد الفنانة أمل حجازي لطرح أغنية سنجل جديدة خلال الأيام الجاية اسمها جلون، وحاليا بتتواجد في استوديو الصوت مع الشاعر أحمد ماضي عشان تسجيل الأغنية، والأغنية من ألحان جون صليبة. طرحت شركة روتانا على قناتها الخاصة على اليوتيوب فيديو كليب المطرب اللبناني عاصي الحلاني أغنية قولوا الله مع المخرج عادل سرحان. أغنية قولوا الله من كلمات نزار فرانسيس وألحان رواد رعد، وسبق طرحها على أنغامي وحققت نجاح كبير. طرح الفنان معيش شريف كليب أغنيته الجديدة قطع لي قلبي، وده على تطبيق أنغامي وعلى عدد من القنوات اللبنانية والعربية، والكليب من إخراج سعيد المروق، والأغنية من كلمات وألحان فارس اسكندر والتوزيع لعمر صباغ. الفنانة الأردنية ديانا كارازون هتشارك في أوبرات مسرحي غنائي استعراضي في دبي على مسرح ندوة الثقافة والعلوم بمناسبة عيد الاتحاد 45، وبيشارك في الأوبرات أكتر من 100 شخص، منهم 45 طفل وطفلة بيمثلوا عدد سنين عيد الاتحاد، و40 راقص من مختلف الجنسيات، ومع نخبة من الممثلين الشباب الإماراتيين والعرب. بيستعد حكيم لطرح أغنية مسك الختام خلال الأيام الجاية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، الأغنية من كلمات أمل الطائر وألحان وحيد المليجي، أما التوزيع لكريم عبد الوهاب. بتصور الفنانة أمال ماهر فيديو كليب لدويتو غنائي جمع بينها وبين الفنان راشد الماجد في دبي من إخراج باسم الترك، والكليب بيتم تصويره في أكتر من منطقة في دبي، وهيتم طرحه في الفترة الجاية. بريك وهنرجع مع بعض نكمل باقي فقراتنا في أرب ويك. طرحت أمينة خليل أول أغنية ليها بعنوان نور، وشاركها في الغنى زاب ثروت، واللي عرفوا الناس من خلال فريق كايروكي. وأغنية نور أحداثها مستوحى من الواقع، واتكتب ده على تتر الأغنية، واللي دارت أحداثها حوالين بنت اسمها نور وبتحاول تثبت نفسها وتلاقي فرصة عمل. وقدمت أمينة خليل نموذج للمرأة الناجحة في المجتمع، وأغنية نور اتقدمت تحت قيادة المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وسفارة اليابان بالقاهرة، اللي هدفهم الأول دعم المرأة في الوطن العربي. وكليب نور من كلمات زاب ثروت والشاعر محمد إبراهيم وتوزيع ساري هاني، أما الإخراج لأنس طلبة، وقدرت أنها تحقق نسبة مشاهدة عدت 1.5 مليون في فترة قصيرة جداً.
وعرفنا أمينة خليل كممثلة وشاركت في عدد من المسلسلات والأفلام، وكان أهمها وآخرها مسلسل جراند أوتيل مع الفنان عمرو يوسف. طب أنا عندي فضول أعرف أنت محلوية ليه النهاردة؟ لا هو أنت حلوة كل يوم، بس النهاردة في حلاوة بزيادة يعني. أنا أحسن وأهدى بكتير عن الفترة اللي فاتت، وأنت السبب. وأمينة خليل حالياً بتقوم بنشاط فني كبير وبتصور 3 أفلام، وهم الكنز مع محمد رمضان، وفيلم الشيخ جاكسون مع أحمد الفيشاوي، وفيلم الخلية مع أحمد عز. وبتعتبر أمينة خليل من أكتر بنات جيلها المهتمين بالموسيقى الجديدة وفرق الأندرجراوند، وسبق وشاركت قبل كده بالتمثيل في كليب لفريق شارموفرز. هو مين دول يا ولية؟ انت مش قبل كده قلتيلي ان انت قتلتي حد وقطعتيه للكلاب؟ اخبار جديده وحصريه هنعرفها بعد شويه عن الفنانه رانيا يوسف، استنونا. التحضيرات النهائية لمسلسل حجر جهنم انتهت فعلا، وبدأت الفنانة فريال يوسف تصوير دور سمية اللي بتقدمها من خلال أحداث المسلسل اللي هتنافس بيه خارج السباق الرمضاني 2017. سمية اللي بتقوم بدورها الفنانة فريال يوسف بتمتلك شركة أدوية ومعها عدد من الشركاء، وليها كمان عدد كبير من العلاقات المتشابكة، وبيدور الصراع في علاقتها في تصنيع عدد من الأدوية المحظورة واللي بتضر بالمرضى لتحقيق مكاسب ليها. المسلسل بيدور في إطار درامي تشويقي، وبيشارك في بطولته عدد من الفنانين في بطولة جماعية بتجمع كل من إياد نصار وكندا علوش وأروى جودة وشيرين رضا وهاني عادل وسلوى عثمان وفراس سعيد وريم مصطفى. حجر جهنم من تأليف هالة الزغندي والإخراج لحاتم علي، وهو من دراما 45 حلقة، وهيتم إذاعته قبل رمضان لو تم الانتهاء طبعا منه، لكن في حالة عدم الانتهاء من تصوير حلقاته هيتم عرضه بعد رمضان. فريال يوسف كمان بتحضر حاليا لدورها في مسلسل الظاهر مع الفنان محمد فؤاد، واللي هتجسد قدامه دور فتاة يهودية مصرية بتحضر رسالة الدكتوراه وبنت الفنان حسن يوسف، واللي بيقع في غرامها الفنان محمد فؤاد. بيشارك في بطولة مسلسل الظاهر تامر عبد المنعم، مادلين طبر، ورشوان توفيق، ومظهر أبو النجا، وأميرة هاني، ومحمد لطفي، وكريم صبحي، وهو من تأليف تامر عبد المنعم والإخراج لياسر زايد. الفنانة فريال يوسف بتصور حاليا دورها في مسلسل الـ7 بنات مع إيمان العاصي وعلا غانم وريم البارودي ودنيا المصري وطارق عماد وأحمد عصام، وهو من إخراج محمد النقلي. شخصية سمر شخصية مختلفة ما قدمتهاش قبل كده، يعني بنت رومانسية جدا بتعاني معاناة اجتماعية، باباها فقير بتعيش في حارة، عندها اخوات بنات كتير، كل واحدة ليها معاناة معينة، كل واحدة ليها خط اجتماعي صعب، تضطر انها تتجوز من حد غني، بس هتعيش معاناة كبيرة جدا بعد الجواز دي. الفنانة رانيا يوسف شاركت في كرنفال شمس مصر الدولي للفنون في دورته 19 واللي بيعقد في شرم الشيخ، وشاركت في ورشة لرسمها كمودل. الفنانة رانيا يوسف قالت انها سعيدة جدا بمشاركتها كمودل في حدث فني كبير زي ده، وقالت ان الفن التشكيلي احد الفنون العريقة اللي مفيش اهتمام كبير بيها. وكمان اتكلمت عن انها مستغربه من وجود عدد كبير من الفنانين من مختلف جنسيات العالم، وطلبت وزاره الثقافه باستغلال الكرنفال للترويج السياحي المصري في كل دول العالم. رانيا يوسف بتحضر حاليا لمسلسل دم مريم ترنيمه ابليس من تاليف محمد امين راضي ومن اخراج اسامه فوزي، وبيشاركها البطوله روبي ووليد فواز واحمد صيام واحمد مجدي واحمد العوضي وسوسن بدر. السيناريست أمير راضي كان أعلن أنه انتهى من كتابة 15 حلقة من مسلسل دم مريم، واللي بيعتبر التجربة الرابعة في تاريخ راضي بعد عدد من المسلسلات الناجحة اللي قدمها، وهم نيران صديقة والسبع وصايا والعهد، وتعاون كمان في معظمهم مع رانيا يوسف. يعني يعني يضربونا ونسكت له؟ يضربوكي لوحدك يا ماما، أنا مش هتضرب معاكي.
انا وشي لما بيورم المكياج بيبقى وحش عليا قوي. انت لغايه دلوقتي ما قلتليش انت جيتي هنا ليه؟ حاولوا يغتصبوني، فضحتهم، لبسوني قضيه مخدرات. هما مين دول يا ولية؟ انت مش قبل كده قلتلي ان انت قتلتي حد وقطعتيه للكلاب؟ لا يا شيخ. وبيعتبر المسلسل هو التجربة الأولى للإخراج الدرامي لأسامة فوزي بعد ما قدم أفلام سينما ناجحة زي فيلم بحب السيما. عارف يعني إيه نعيم؟ يعني سماء، جنة، فردوس. أنا سميتك نعيم عشان تدخل الجنة وتعيش في نعيم، لكن أنت أهو عاوز تودي نفسك جهنم. أعمل لك إيه أنا بقى؟ كل اللي بيمثلوا في الأفلام دول هيروحوا النار، هم هو اللي بيرقصوا ويغنوا. يعني انا روحت جهنم شوف كل الممثلين المشهورين هناك. دم مريم ترنيمه ابليس ما انكشفش عن اي تفاصيل خاصه بيه سواء عن القصه او الاطار الدرامي اللي حتدور فيه الاحداث، زي ما تعودنا طبعا في مسلسلات امين راضي اللي دايما بتفاجئ الجمهور بافكار مختلفه تماما اللي تعود انه يشوفها، لكن كشفوا عن الافيش الرسمي للمسلسل. بعد شويه لقاءات حصريه في حفل ختام المهرجان الدولي للسينما والهجره بالمغرب، استنونا. ودلوقتي هنروح لاخبار السوشيال ميديا واللي هنبداها بالفنانه فيفي عبده واللي نشرت صوره قديمه ليها على انستغرام وهي لابسه بنطلون مقطع وعلقت عليها وقالت انا لابسه البنطلونات المقطعه من قبل ما تبقى موضه. الفنان تامر حسني قام بنشر صوره جديده ليه من داخل سيارته على صفحته بانستغرام وكتب تعليق على الصوره بيقول فيه في الطريق لاول يوم بروفات الفيلم الجديد دعواتكم. الفنان خالد سليم قام بنشر عدد من الصور لمعظم النجوم اللي شاركوه في برنامجه الجديد ماكس ميوزك على الانستجرام، وكتب خالد تعليق بيقول فيه سعيد جدا اني قابلت كل الفنانين والنجوم الرائعين دول في برنامجي ماكس ميوزك. شارك الفنان حسين الجسمي في الاحتفال باليوم الوطني في الامارات في مطارات دبي الدولية، وكتب الجسمي تغريدة على تويتر بيقول فيها احتفلنا اليوم وكلنا فرح في مطارات دبي الدولية باليوم الوطني في الامارات، حاملين بها كل معاني ثقة الإنجاز والتميز لواجهة دبي التي نفتخر بها وبإنجازاتها في كل العالم. الفنانة شيرين عبد الوهاب قامت بتهنئة الفنان عاصي الحلاني على الإنستجرام بمناسبة عيد ميلاده ونشرت صورة جمعتهم ببعض وكتب التعليق بتقول فيه كل سنة وانت طيب يا أخويا وانت من أجدع الناس اللي دايما واقف جنبي وكمان بتساندني ويا رب تفضل تمتعنا بصوتك الرائع وأغانيك الجميلة. نشرت الفنانة أصالة على صفحتها بالفيسبوك صورة جمعتها بأبنائها شام وخالد الذهبي وعلقت على الصورة وقالت شام وخالد أبنائي وسندي ونتيجة تعبي الله يخليهم ليا. بريك وهنرجع مع بعض نكمل باقي فقراتنا في أرابول. ولسه بنتابع معاكم فعاليات الدورة الـ13 للمهرجان الدولي للسينما والهجرة اللي أقيم في مدينة أغادير في المغرب. والنهاردة هنشوف معاكم حفلة ختام المهرجان اللي شارك فيه عدد ضخم من النجوم الفن المغاربة ومن الشخصيات العامة ورجال الأعمال. كاميرا أرابوت كالعادة غطت فعاليات حفل الختام، تعالوا نشوف الأجواء هناك ونرجع لكم تاني. من بين نجوم المغرب اللي قابلناهم في حفل الختام الفنان مجيد الأكرام والفنان ربيع القاطي وكلمونا عن مشاركتهم في المهرجان. هذه المشاركة الثالثة بالنسبة لي وأنا بشارك بفيلمين في المهرجان ده. الفيلم الأول أنا بشارك في فيلم اسمه مجيد، وهذا الفيلم بيحكي قصة طفلين صغيرين، واحد كان الاب ديالو توفى وهو خلى عنده 5 سنوات وخلى المسؤوليه للاخ ديالو غادي يربيه ويزيد به القدام ويكبره، هي قصه اجتماعيه في حد ذاتها. الفيلم الثاني وهو فيلم الفداء. فيلم الفداء للمخرج دريس شويكا، من الافلام الروعه اللي يحكي على قصه الخمسينيات في الاستعمار الفرنسي. هذا المهرجان هذا منذ الدوره الاولى يعني الدوره التاسيسيه حضرت معاه هنا كممثل محترف، وكان بالنسبه لي أول مرة أول فرصة تتاح لي في مهرجان محترف. في هذه الدورة هذه جيت قدمت، كانت عندي المشاركة من خلال فقرة بانوراما، عرضت فيها آخر الإنتاجات السينمائية اللي شاركت فيها أنا كممثل، تلعب في أحد الأدوار البطولية، هو فيلم تحمل العنوان ديال الأوراق الميتة، تم عرضه اليوم. وكمان شارك في فعاليات المهرجان المخرج المغربي الكبير محسن بصري. أنا كنت هنا كنت مدعو عشان أدي ورشة لطلبة على طريقة عمل فيلم بإنتاج محدود أو بدون إنتاج،
وكانت يعني كان لقاء حلو مع الطلبه، عمل له مرتين اصلا، فكان يعني لقاء حلو، وكانت يعني في اقبال وفي شباب كثير حضروا للورشه. انا اعجبت بالسلكشن يعني تاع البروجرامينغ اللي تعمل، وشفنا افلام يعني من مختلف الدول وبتتكلم على نفس المشكله يعني غالبا الهجره، بس من منطلق مختلف كل مره، فيعني يا فرحت جدا بالافلام اللي شفت هنا. اما رئيس مهرجان الرباط عبد الحق منطرش واللي كان احد ضيوف المهرجان فكشف لنا كمان عن رايه في فعاليات مهرجان اجادير، وسالناه عن موعد مهرجان الرباط. حقاً مجهود جبار الذي يقوم به لا كمهرجان وكمسؤولين على مدينه اجادير، فبالتالي هذه الكفاءات كلها اعطت هذا الجميل، هذا المهرجان الجميل اللي نتمنى له التوفيق في السنوات القادمه ان شاء الله. مازال ما حتى السنه المقبله، لان حيت لان كان لا ما يكونش في يناير، تكون بعد، لان كانت عندنا هذه السنه كانت انتخابات، كاين كل الاشياء اللي كانت انعكست على المهرجان، فبالتالي غيتاخر واحد 4 أو 5 شهور عاد نعلن على البرنامج، غنعلن كل شيء ان شاء الله. كثير من نجوم المغرب شاركوا في فعاليات المهرجان وبالذات في حفل الختام، ومنهم الفنانه امال صقر والفنان هشام بهلول. اول مره انا اجي لهالمهرجان، واكيد مهرجان الدولي السينمائي للهجره هو كيتكلم على الناس اللي يعني على الهجره بصفه عامه، او على حتى المخرجين تيكونوا جايين من الخارج، يعني من دول اوروبيه او غير. اولا تواجدي هنا كان من اجل المشاركه مع الفيلم، اخر فيلم عملته اللي هو ميلوديا المورفين، وكان في بانوراما الافلام المغربيه ضمن 5 الأفلام المختارة، وهذه إضافة نوعية للمهرجان بحكم أنه بالإضافة الأفلام الطويلة والقصيرة تمت إضافة في البانوراما المغرب السينما المغربية. وكمان كشفت لنا النجمة المغربية أمال صقر عن أخبارها الفنية الجديدة، وسألناها إذا كانت هتقدم عمل درامي في مصر قريب. أنا إن شاء الله يعني يلا خلصت فيلم طويل وكذلك يعني فيلمين قصار، وكان وجد برنامج إن شاء الله، برنامج إذاعي وبرنامج في التلفزيون إن شاء الله. يعني الفن مثله مثل الحب، ليس له حدود وليس له جنسية، فبالعكس ياريت. والحمد لله يعني حتى في مسلسل عادل إمام هذا العام كان حضور بعض الفنانين المغاربة، وكنتمنى هذه رسالة يعني كنحاول أن ندوزها للمنتجين المصريين أنهم تجيو لبلادنا ويكون كيف ما كتعني كيعيطوا الممثلين من المشرق، عيطونا حتى حنايا كممثلين مغاربه ونمثلوا بعضياتنا ويكون مزيج وخليط، واكيد غادي يكون منتوج جميل جدا ان شاء الله. اما الفنان المغربي هشام بهلول فكان هيشارك فعلا بعمل درامي مصري، الا انه تعرض لحادث والقدر منعه من المشاركه في العمل ده. هي مساله قدر. قدر، لماذا قلت قدر؟ بحكم ان القدر يعني عشته من خلال حادثه سير، بعد أن تم توزيعي من قبل الأستاذ وليد يوسف ومخرج محمد جمعة في مسلسل في اثنين من السيناريوهات الأستاذ وليد يوسف اللي هما هواجس عاطفية، السيناريو هواجس عاطفية، وكذلك مسلسل مصطفى محمود. لا أدري هل ستشاء يعني الأقدار أن أشفى قبل بداية تصوير هواجس عاطفية أم لا. هي مسألة قدر، تقبلته لأنني مسلم مؤمن، فالحمد لله يعني على كل ما أعطى، والحمد لله على القدر خيره وشره. ومن الضيوف اللي شاركوا في المهرجان من الخليج العربي كان دكتور يوسف العميري رئيس بيت الكويت للأعمال الوطنية ورئيس اتحاد المنتجين لدول الخليج. الحقيقة احنا تقريبا يمكن الوفد الخليجي الوحيد اللي يشارك في المهرجان الدولي للسينما والهجرة، والمهرجان يعالج موضوع حساس وموضوع مهم وموضوع يعني الآن مشكلة يعاني منها العالم أجمع. مهرجان مهم حضرنا نحن وجمهورية مصر العربية بالمشاركة مع جمهورية مصر العربية في وفد مشترك. هي حقيقة يعني اللي شاهدت انا انه هي بتعالج تقريبا 30% من يعني من المعروض في هذا المهرجان عن الهجره، ولكن فعلا هذا الموضوع وايد مهم جدا، ونتمنى ان يعني يعالج بشكل اكبر. كمان قابلنا عدد من المخرجين المغاربه، منهم المخرج السينمائي عبد الواحد مجاهد والمخرجه سميره القاضي.
أنا كضيف في المهرجان الأول مرة السينما الهجرة، وكنشوف بأن كتعرفنا على مجموعة من المغاربة اللي ما كنعرفوهمش وما عايشين في دول أخرى، وأعمالهم جد جد ممتازة، لأن للأسف ضعف الإنتاج في المغرب أعطاهم فرصة أنهم يقلبوا على إنتاجات أكبر وأضخم في بلدان أوروبية. واكتشفنا مجموعة من المخرجين اللي الأسماء ديالهم ما كيناش في المغرب، ولكن هم معروفين على الصعيد العالمي. السنة دي المهرجان مختلف، عجبنا كتير، جاو ناس من بلدان كثيرة، وكان تكريم ديال دولة إفريقية اللي احنا يا معروف دابا أن المغرب علاقات جد مهمة مع البلدان الإفريقية الشقيقة. وقابلنا الفنان المغربي مالك أخميس اللي كان مشارك بفيلم في مسابقة مهرجان أكادير. مشارك بالفيلم المتمردة اللي في المسابقة الرسمية من إخراج جواد غليب. بالنسبة لهذه الدورة، هي كل الدورات هي دورات ناجحة بالنسبة للسينما المغربية، لأن السينما الهجرة تعالج قضايا من الواقع المعيش أيضا، خصوصا ما يجري في البلدان، نقول البلدان الفقيرة، أن الناس يريدون أن يهاجروا إلى الخارج للعيش أحسن. هي الدورة بكل امتيازاتها، لأن هناك سينما متعددة، سينما ثقافات جديدة وثقافات أخرى من بلدان أخرى، وهذه بالنسبة لي ظاهرة صحية بالنسبة للسينما العربية، وخصوصا بالنسبة للسينما المغربية. ومن بين لقاءات كاميرا أرابوت في مهرجان أغادير، لقاء مع الفنانة المغربية سهام أسيف. هذه الدورة أنا ما كنتش المفروض أن حكون، المفروض أن في كل الدورات أنا صديقة للمهرجان وصديقة للجنة المنظمة، وحضرت على الدورات الأولى وشفت كيفاش يعني كيفاش تحولت الدورات كلها وتحسنت وتألقت مع مرور الوقت. نوعية هذه الدورة أو يعني نوعية المهرجان هي نوعية خاصة، يعني very special، فيعني هما تخصصوا في سينما الهجرة وبرعوا فيها، لكن ما غنقدرش نحكم على الافلام اللي كانت في هذه الدوره، لكن الرساله اللي كانت موجهه من يعني بعد هذا فكره المهرجان كنظن انها وصلت، والدليل على ذلك هو تواجد افلام اجنبيه ويعني دوليه ووطنيه، والمهرجان الحمد لله يعني عنده صدى جميل عند الناس. سهام أسيف بتتمتع بشعبيه كبيره في المغرب، وعشان كده سالناها امتى حتيجي تشارك في الدراما المصري. حبي لمصر اكيد حيشجعني انه اروح لمصر، وبتكلم مصري اصلا وبحب اللهجه المصريه مش اللغه، يعني لان لغتنا الحمد لله لغه عربيه فصحى، وحاجي انا اكيد حاجي، وعندي اصدقاء كثير يعني منهم مخرجين ومنتجين وممثلين يعني، وبعرفهم بحييهم من سلامي من هنا، يعني في ناس كثير عارفيني في مصر الحمد لله في الميدان. حاجه ان شاء الله على اساس انه نجمه مغربيه، عندي اسمي وعندي مكاني، اتمنى انه ان شاء الله يكون في تعامل مع اساتذه احترمهم ومنهم تحيه كبيره، خاصه انا دائما بقول لما اعمل انترفيو مع قناه مصري لازم اوجه رساله وحب كبير 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 قوي للاستاذ محمد صبحي. الأستاذ محمد صبحي يا ريت بس إن شاء الله يكون عمل مسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني أشتغل معاه، يعني وأنا عيني مسدودة لأن هذاك أستاذ هذيك قامة كبيرة. كثير من النقاد والصحفيين بيشبهوا الفنانة المغربية سهام أسيف بالفنانة فيفي عبده، يا ترى رأيها إيه في الموضوع ده؟ هنعرف حالا. كلهم بيقولوا لي كده، أنا بحب الفنانة دي فوفة، انا بعرف انكم بتقول لها فوفا، انا بحبها كتير، واللي ممكن اكون متاكده منه ان هي بنت جدعه، وانا كمان من النوع اللي بنت يعني بنت الشعب، انا بقول لهم انا بنت شعب، انا بنت من النوع البسيط اللي على قلبي على لساني، بس يعني يا ويلو لي قرب يعني، بس قلبنا ابيض دايما، لما تشوف الواحد بيتكلم كتير تعرف انه قلبه ابيض. بحييها من هنا فيفي عبده، يا فوفا يا حلوه يا جميله انت، الله يخليكي ويخلي لك ان شاء الله اولادك يا رب ان شاء الله، امين. انا سعيده جدا لهذه الجائزه. كمان شوية حنقابل نجوم المغرب الفايزين بجوائز مهرجان أكادير للسينما والهجرة، خليكم معنا. ودلوقتي هنروح لأخبارنا العالمية، وهنبدأها باجتماع بابا الفاتيكان مع المخرج الأمريكي مارتن سكورسيزي بروما بعد عرضه لفيلم سايلنس، وكان أقام المخرج عرض خاص ل 400 قصة في إطار ترويجه للفيلم اللي بيدور عن اضطهاد المسيحيين، وبتدور أحداثه حول رحلة 2 من القساوسة الجيزويت في القرن 17. استضافت الإعلامية ألان ديجينيريس النجمة جينيفر أنستون في حلقة خاصة من برنامجها ألان شو، وراوت أنستون خلال الحلقة إزاي فاجئها زوجها النجم جاستن ثيروكس في عيد الشكر،
وبالرغم من انشغاله بعمله في ألمانيا، وكان جاستن ثيركس ملتزم الصمت الفترة اللي فاتت بعد انتشار أخبار طلاق أنجلينا جولي وبراد بيت وذكر اسم زوجته باعتبارها زوجة براد بيت الأولى، واكتفى ثيركس أنه يصرح عن أسباب استمرار زواجه بنجاح وسعادة. حصلت النجمة العالمية ناتالي بورتمان على جائزة ديزرت بالم اتشيفمنت تكريماً ليها من مهرجان بالم سبرينغز فيلم، وده عن دورها في فيلم جاكي. وقال رئيس المهرجان إن ناتالي بورتمان قدرت إنها تعيد للحياة واحدة من أهم الشخصيات العامة، وأجادت تقمص الشخصية بعمق من خلال تقديمها لفيلم جاكي، وتتناول أحداث الفيلم وقائع حياة جاكلين كينيدي وزوجها الرئيس الأمريكي جون كينيدي اللي تم اغتياله سنة 63. بريك وهنرجع مع بعض نكمل باقي فكرتنا في أرجوود. ودلوقتي معادنا عشان نشوف نجوم المغرب اللي فازوا في حفل ختام المهرجان الدولي للسينما والهجرة بمدينة أغادير بالمغرب. وفي حفل الختام فاز الفيلم البلجيكي بلاك بالجائزة الكبرى لمهرجان أغادير للسينما والهجرة، وهو من إخراج مشترك بين البلجيكيين من أصل مغاربة بلال فلاح وعادل العربي. نحن 10-80 وانتم كوا؟ بلاك بونكس. أنا سعيدة جدا لهذه الجائزة، غادي نعيط لهذا الفيلم بلاك، غادي أنا غادي ندير الهاتف. How do you say you call to call؟ هعيط للناس في بلجيكا لأن هذا الفيلم وراه تيم، وراه how do you say team، اسمح لي العرب، هذه فرقة كلها الممثلين المخرجين التكنيسيان. إذا أنا فرحانة جدا وغادي نعيط لهم دابا باش نقول لهم الجائزة هنا، وأنا فرحانة جدا. واكتسم لقب أفضل دور رجالي مناصفة بين كل من الممثل أفيتشاي بنازرة والممثل عزيز داداس عن دورهم في الفيلم الطويل أوركسترا منتصف الليل أو الأوركستر دوميني من إخراج جيروم كوهين أوليفر. Tu sais que l'orchestre de ta papa reste toujours à casa. Ahmed Kamel, il est dans l'exil de fou. Ahmed. Bouzil. Il est terroriste. Je voulais dire religieux. Non, non, terroriste. La part qui dépasse les centimètres, il est terroriste. C'est n'importe quoi, ça. Il m'a laissé dans le doute, dans le flou, toute ma vie, sans identité. J'ai besoin de savoir, j'ai besoin de comprendre. Fais comme les autres. Sile-moi tes parts de ce cabaret. Et va construire ton avenir et celui de ton fils ailleurs avec les tiens. الجائزة اللي فرحتني وفي المهرجان تاع أكادير اللي عشت معاه يعني من بدايته للسنة 13، وتنتمنى إن شاء الله يكون خير ويكون على جميع الممثلين المغاربة إن شاء الله. وكان من بين الأفلام الفائزة في المهرجان فيلم فاطمة، وحصل على الجائزة الخاصة بأفضل سيناريو للمخرج وكاتب السيناريو الفرنسي فيليب فوكون. بدأ الخوف يتراجع واستعدت ثقتي بنفسي. تاكلي تشربي لابسه حوايج نظاف الحمد يا ربي وشكري. Je peux pas travailler ici, comment tu veux que je travaille, il y a pas internet, tu peux pas m'aider à comprendre, tu parles même pas français. Et pourquoi tu parles comme ça à ta mère? C'est qu'elle est toi la mère des autres. Et toi, tu vas faire quoi de mieux dans ta vie? حلقتنا النهاردة خلصت، استنونا بكرة قبل الوقت ده بساعة في حلقة جديدة من أرابوت. شكرا لكم. شكرا لك يا كريم. شكرا لك يا آية. كمان أحب أفكر مشاهدينا تواصلوا معنا على كل مواقعنا على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستغرام من النهاردة لغاية لما نشوفكم تاني. آية عبدالله وكريم صبحي هتوحشونا جدا جدا. باي باي.